يعني أنت كنائب اليوم تعترف أن هناك نواب يطلقون الشعبويات الرنانة والخطابات وما إلى ذلك، وبالآخر كله مجرد استعراض على الكاميرا. يعني أحكي لك شغلة، النواب، في بعض النواب مع احترامي للسوشيال ميديا بيعتقد أن السوشيال ميديا بتقرر من يرجع نائب ومن ما يرجعش، يعني فمو بيعتقد أنه إذا كان له منافس عمل هيك فلازم أنا أعمل هيك، فهمت علي؟ فبيقدم خطاب على أساس يقدمه له. أعتقد الناس اليوم تكوني صادقة معه وتحدث فيهم. أنا مثلا بالموازنة بحكي مع قاعدة انتخابي، بقول أنا الموازنة فيها ما يزيد عن 80-85% منها رواتب لمؤسساتنا، وين يعني كيف أنت بتقدر ترفضيها؟ في أخطاء، لكن كموازنة يعني تقدر تتعامل مع قاعدتك الانتخابية بمصداقية. اليوم أنا قاعدتي متعودة عليه إنه أنا ما يعني مش شغل خطابات رنانة، وإذا بحكي في تفاصيل معينة ممكن تكون إصلاحية أساعد الحكومة في تجارب خاصة إنها تغير في بعض التشريعات المهمة للقطاع الخاص، لقطاع المدارس، يعني بيكون الدور إصلاحي. إني هيك بعتقد إني بأدي أمانة. يعني أنت مش نائب شعبوي؟ لا، أعوذ بالله، بكرههم حتى.